السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على فضيحة جديدة بطلتها الاتحادية زتي السابقة والفيفا وين تحكم لصالح الإسباني يعني جيرون. على بالكم هذا جابوه باش يخدموا به، جابوه كان قاعد بخميس مليان هذا الاسباني هذا يعني ياكل ولا ورونا كاش لعاب استفادينا منه حنا الجزائر ماشي نادي بارادو. الجزائر استفادت من هذو الاكاديميات اللي دارهم هذا زاتشي يعني باش يفيتري ويدي اللب تاع اللب لليكيب تاعو. قولوا لنا شكون يعني جابوا ولا يجنسوا داروا اكاديميات باش يجنسوا اللعابه. هنا لازم الدولة تتدخل خويا، لازم ماشي الاتحادية تخلص، لازم زتشي هو اللي يخلص. وزيد الناس كاع فرحانة نهار اللي دينا كاس افريقيا، الناس كاع فرحانة. المديرية الفنية الجاوري الفرنسي اللي جابوه السنياوله عامين وسيمانة طلقوه راح، داروا له فسخ وخلاوه راح، ماشي هو دار الفسخ، داروا له الفسخ. هذاك شحال دا دراهم؟ هذه شوف كاين واحد الامور يا الشعب الجزائري ما راكمش عارفين واش كاين، واش صرا؟ ناس فرحانة وان تو دري في بولاجيري والناس تدي في الدراهم. صاري كيما 62 اختها تاع هي الجزائر والناس تفرح في الحوايج الكبار. انا نقول لكم الحوايج المزينات البارنك منا ما خلا والو. صاري كيما هكا ايا وشراو الاخرى، شراو تاع مجاهد كاين اللي شاري، تاع شاهد وكاين اللي شاري. انا نقول لكم عليهم راك تشوفها هذه كيف انت يا كيف تروح انت تسني كيف هذا كيف هذا خاطر علاه متفاهمين معاهم. روح ما تشكيش دروك، خليها الطول، خلي الدراهم لاصون تطلع مليح وين تتبلعت هذه 5 مليون اكاديميه تاع ماشي اكا ايكيب تاع 5 مليون وين تتبلعت وين انت كيفاش قاعد يسال هذا وين عمل جيرون كمدير لمركز التقني للفاو في 5 مليون كما عمل في الفئات الشبانية للمنتخب الوطني وكذلك مدرب لنادي أتلتيكو بارادو أقل من 21 سنة. يعني ما كانش يخلص في ما كانش يخلص من البارادو، كان يخلص من الاتحادية الجزائرية. والغريب في الأمر أن هذا جيرون مولود في سنة 1981 لم يلعب أبدا في المستوى العالي، لكنه تحصل على فرصة من ذهب للعمل في الجزائر. وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن جيرون شارك في عملية نقل بعض اللاعبين الجزائريين الذين تكونوا في أكاديمية 5 مليون إلى قطر لتجنيسهم مقابل مبالغ مالية خيالية. نقول لكم أنتم ماكم مرضى، أنتم ماكم عارفين والو، أنتم يا الهيشر حنا مي كنا نقولوا ليكيب ناسيونال راهي مخطوفة، كانوا يخدموا بليكيب ناسيونال، كانت مخطوفة ليكيب ناسيونال، على ربي يكشفهم. النية كانت كي والو، على باقي 10 ثواني العدالة الإلهية، على العدالة الإلهية أمام موريتانيا، أنتم ماكم عارفين والو، كسر خير إيكامبيا، وما كان الشامبيونات تخواه. كنا غادي تعقلوا واحد اليوم تعقلوا هذه قلتها لكم 2020 الناس ولا تعاير فيا، قلت لكم غادي تشوفوا لاعبين جزائريين من البطوله الجزائر تسيبوهم يلعبوا في ليكيب ناسيونال تاع قطر في الاردن. ما كاش عندهم مشروع يلعبوا في قطر، برك يجنسوا في قطر، راكم غالطين. في الخليج كانوا غادي يجنسوا في الخليج. انا نقول لكم تونس كانت دايه تجنس، كانوا تونس كي تجي تدي الحب المقيه الحبة النقية، بصح في قطر في الأردن في الكويت في السعودية كانوا معودين. شوف الجزائريين يعني مكاش، نقول لكم الحمد لله يا ربي كثر أي هذا إيكابي كثر خيره والله العظيم. وما يزيد الطين بلة هو أن بلاغ الفيفا وصل إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال شهر أبريل من العام الماضي، أي خلال فترة الاتحادية السابقة للفاو، إلى أن البلاغ لم يأخذ بعين الاعتبار ليقوم محامي التقني الإسباني بإرسال إشعار خلال أيام القليلة الماضية للاتحادية الجزائرية الحالية يعني طلبت فيهم بدفع مستحقات جيرون
الغريب في الأمر مجددا أن المحامي طلب من الفاب تحويل الأموال إلى حساب البنكي القطري وليس الإسباني باعتبار أن جيرون إسباني جنسية وليس قطري. أودي لازم يروحوا للبنكة تاع ود عباس المدنية، أودي هنا لازم يدخلوا الحبس. أنا نقول لكم أنتم ماكم عارفين والو. هيا للغريب في الأمر مجددا أن المحامي طلب من الفاب تحويل أموال إلى حساب البنكي قطري وليس إسباني باعتبار أن جيرون إسباني الجنسية وليس قطري. كيفاش درام يروح القطر؟ علاه درام غادي يروح القطر؟ علاه؟ وجيرون جنسية إسباني جنسية ماشي قطري، كيف؟ علاه؟ علاه علاه؟ قولوا لنا علاه، قولوا لنا علاه. أنا على بالي علاه، أنا على بالي كلش، أنا على بالي كلش، على الناس يحاربوا فينا ويعايروا فينا، أنا على بالي بكلش، راه على بالي بكلش، نعرف كاع الصوالح. هذه هي الوحيد اللي في الجزائر، كاع في الجزائر ما عيد يا ودي راهم يجنسوا في اللعبة. تعقلنا اللي لعبت هنايا تاع الإيديسات، لعبوا فينا لهنا 14 جوار داهم القاطر في ذيك الليلة، ماشي في ذيك الليلة، في ذاك النهار، يعني في ذاك النهار، النهار اللي لعبت المغرب مع السنغال هنا في الجزائر في براقي في نيلسون مانديلا، لعبوا هنايا فينال تاع الإيديسات كوب دافريك، والله العظيم 14 لاعب ركبوا في الطيارة وقلعوا، قلعوا راحوا راهم فركتين في لي زيكيب فماك ما يبينوش دروك تاع ديسيتون. هذا أنطوف، هذا ما يحشموش، هذا أنطوف بغاو يجنسوه، لما بغى لهم شي. كاين واحد اللعبة ما بغاو لهم شي، انا نقول لكم. وكاين اللي باعوا ولادهم، باعوهم ايا بعد كان اللي قال لك لا مشروع رياضي، لا خليه راه يخدم على روحه، لا 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 لا، كيف تجنس؟ كيف تجنس تايا؟ حرقه يعني بالكواعد. بعد ما الله ما نطعقينكم على هذه الحياه، والله ما نطعقينكم يا اعداء الجزائر. من بعد يخرج كلب الكلام دلوقتي، قال فيفا تهدد الاتحاديه، يخرج هذاك الكلب هذاك، يخرج هذاك بو كلبه ويخرج هذاك المخنث يدير الماك، الفيفا تهدد الجزائر. بعد نوريكم الجزائر تهدد الجزائر، من بعد. من بعد تعرفوا واش كاين، يودي الكلب. بعد نوريكم وين رايح. من كنا نقول لكم بلي هذا نهار اللي جابوه، نهار اللي جا الجزائر كانت عنده 30 عام، اخي يخرج كمال مهوي دلوها، قال له عنده 15 عام خبرة، 15 عام خبرة، عمره لا لعب بولا، كاين اللي يقول لك لا مورينيو لعب، لا راني نقول لك بلي هذا عمره لا لعب، راه تلعب به. أنا نقول لكم ما المهم، رانا سلكنا، المهم رانا سلكنا منكم، المهم والله لا سلكنا، والله لا سلكنا. هذه هي المهم رانا سلكنا منكم، وكاين إن شاء الله بربي، كاين. والناس على بالك وين راهم، على بالك بلي راهم فرحانين، يعني شافوا ياسين عدلي راح، راهم فرحانين. قال لك ها واحد يخرج من الترابوس اليك صارت مشاكل، واحد يخرج اليك صارت منا، راهم يفرحوا راهم زعما صار جايين نهاركم، جايين هاك ما تقلقوا ما والو، عدلي باغيين عدلي. هضرونا على جيرون، ياه هضرونا على جيرون، لا ما نطايقينكم اجمع. والله لا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. خاوتي صحيتو.